السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتقنا إليكم إخواني متتبعي قناة أخبار وثقافة، مدة غبت عنكم لظروف خاصة ولضغوط العمل. اليوم كنبداو هذه السنة الجديدة ونهنيكم بالسنة الجديدة ونتمنوا تكون كلها خير وبركة في الصحة، في العمل، في الشغل. ونتمنوا اللي ما راهش خدام يجيب له الله الخدمة، واللي راه يقرا الله ينجحه، واللي راه باغي شي أمنية الله يحققها له. ونتمنوا جميع متتبعي القناة باش تحقق الأمل ديالهم والأماني ديالهم إن شاء الله. اليوم عندنا واحد الحديث خاص واللي هو حديث الساعة، هو هل سيشارك المغرب في الشام؟ وما هي أبعاد هذه الصراعات المغربية الجزائرية؟ ومن يؤججها بهذا الشكل بهذه الطريقة اللي ما نبغيوهاش حنا؟ علاش أي حاجة كتوقع إلا والصراع والاحتدام، من يؤجج هذا الصراع؟ نعود للموضوع ديالنا. قضية مشاركة الفريق الوطني المغربي للمحليين في البطولة الإفريقية التي ستحتضنها قسنطينة. كثر الحديث عن هذا يعني هذا العرس الإفريقي بشكل كبير بعد تصريحات القجع. لما صلح القجع قال بأننا خصنا نمشيو مباشرة لقسنطينة باش ما نتعبوش وباش نمشيو مرتاحين، بدل باش ندورو. وهذه حقيقة تصريح محلو، لأن ما يمكنش واحد الفريق وطني غادي لواحد الدولة اللي منظمة هذا العرس الإفريقي خصها تفتح الأبواب ديالها للجميع. فحتى منطقيا ما يمكن لكش تدير واحد العرس ولا واحد الحدث ولا واحد الوليمة حتى حنا غير كأفراد بدل الدول، كأفراد إلا درت واحد الوليمة وعرضت واحد السيد لواحد الوليمة ولا لواحد اللقاء ولا واحد المؤتمر ولا واحد، إلا توفر وسائل الراحة لهاد الناس اللي غادي يجوا عندك، بغض النظر على الخلافات اللي عندك معاهم. هذه خلافات نطرحوها جانبا، هذه مقابلة رياضية. خصنا نفتحوا المجال. لما قال سير قجع وهذا من حقه، لأن قال خص المجال الجوي، خص المغرب ينطلق من الرباط ولا من الدار البيضاء في اتجاه قسنطينة. يعني ما خصناش نمشيو حتى لتونس ولا حتى لباريس، ومن باريس ندورو لتونس، ومن تونس ندورو للجزائر القسنطينة. علاش هاد العذاب ما دام الخطوط الجوية المغربية متوفرة والطريق خصها تفتح للمغاربة باش يمشيو فرح؟ المسؤولين الجزائريين ولا المسؤولين الجزائريين لحد الآن ما جابوا لا بالرفض ولا بالقبول. المغرب فعلا لم يقدم طلبه إلى الجزائر، لأن ماشي هي اللي مستعده اللي مقدم له الدعوة، لأن الكاف هو اللي مقدم دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. لذلك المغرب قدم الدعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باش خصو يمشي مباشرة لقسنطينة باش يحضر هذا الحفل وهذا اللقاء الإفريقي. الفريق الوطني ماشي من الفرق الصغيرة بالنسبة لهذه الفرق المحلية، لأن فاز ربما مرتين بكأس إفريقيا للمحليين، وهذا الشيء كيشرف وخص تأثر في الجزائر هذا الكاف بالفرق الكبرى ديال الإفريقية. إذن المسؤولين الجزائريين ومن بينهم وزير الرياضة ديالهم قال بأن الجزائر دولة ذات سيادة ولا يمكن نفرض عليها شروطا. ولكن السيد وزير ديال الشباب والرياضة، احنا ما فرضنا أي شروط، الشرط ديالنا هو تكون الذهاب ديال الفريق النخبة الوطنية المحليين تمشي بسهولة وبيسر وتمشي مرتاحة، لأن ما يمكنش غادي نمشيو نلعبوا كرة قدم وحنا متعصبين غادي نديروا الدورة كاع
على افريقيا باش نوصل القسنطينه اللي هي قريبه منا. هادشي غير معقول وغير منطقي. وغادي غير قارنا، قارنا مثلا بالقمه العربيه لما تعقدت في الجزائر، وزير العدل الجزائري جاء مباشره للرباط، ما قال لي حتى شي واحد على الجيت لانكم قاطعين المجال الجوي على الجيت، بل جاء وقدم دعوه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله، واللي كان استقبله وزير الخارجيه السي بوريطه. وعاود وزير الخارجيه لما مشى يحضر القمه الافريقيه، القمه العربيه اقول عفوا، القمه العربيه، مشى مباشره للجزائر بطائره مغربيه وبالخطوط الجويه المغربيه. اذا كيفاش، واش الضغوط العربيه خاصه ضغوط دول الخليج العربي، وان القمه كانت تعقد في الجزائر، توضعات هذه التسهيلات للمسؤولين المغاربه من اجل حضور القمه العربيه. واليوم من الناحيه الرياضيه كانت تعرقل وتحاول الجزائر عرقلت هذا الكاس، هذا العرس الافريقي حتى باش ما يحضرش المغرب. واش الجزائر خايفه بحضور الفريق الوطني المغربي ربما ضاع منها البطوله، او هناك اسباب اخرى؟ المهم ان المشاركه المغربيه يجب ان تكون كما كاين في القانون ديال الكاف، خاص تكون جميع الدوله المنظمه واللي كتشرف على تنظيم اي ملتقى افريقي خاصها تقدم كل التسهيلات للفرق المشاركه، ماشي غير المغرب ولكن لجميع الفرق المشاركه. اذا هذا عرس افريقي، ويجب حنا الجيران اللي يكون خص يكون بيناتنا واحد التلاحم والتراحم، الا اننا كل مناسبه كل هذيك الا ويكون الصدام والاحتكاك والمغنى على ما كاينش شي حاجه غريب في الحق، غريب هاد المسائل اللي راها توقع غريبه وعجيبه. ففي الوقت الذي يريد فيه حكماء البلاد العربيه وحكماء الجزائر والمغرب لتلطيف الاجواء، لتلطيف الاجواء بين الشعبين الشقيقين وتهدئه هذه الصراعات اللي مأجه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او في وسائل الاعلام الاخرى. احنا الهدف، وخص يكون هدف كل الناس للمؤثرين ولا الناس ديال مواقع التواصل الاجتماعي، خص تكون عندهم واحد الدور، واحد الرساله نبيله. علاش؟ ماشي الرساله نبيله هي نسبوا بعضياتنا، نشتموا بعضياتنا، نزوروا التاريخ، نزوروا الجغرافيا، نزوروا كل شيء من اجل خلق هذه الفتنه بين الامه. الامه يجب ان تتحد، وان وقعت خلافات ومشاكل يجب خلق لجنة من حكماء الأمة سواء كانوا مثقفين أو علماء أو صحفيين أو مواطنين عاديين. خص تكون عندنا واحد الهدف هو توحيد الأمة وليس تشتتها، لأن أهداف الإمبريالية العالمية وأهداف الكثير من الدول المنسة تحت حقوق الإنسان وتحت بزاف ديال الشعارات باش تسمم الاوضاع في المنطقه. وللاسف الشديد كاين بعض المؤثرين بحال بن سديره وبونيف كيتجرؤوا وكيقول مثلا بن سديره لما كيتحدث على الكاف كيقول لك واه المغرب من حقه يمشي، ولكن هذه نعتبروها حاله استثنائيه ولا يمكن فتح المجال الجوي الا للحالات الاستثنائيه النادره كالقمه العربيه ولا الاتحاد الافريقي ولا شي واحد مرض. قال لك سيدي عادي لا مرض هما غادي يقبلوه يفوت الا كانت حاله استثنائيه، اما المسائل الاخرى فهو يغلق الابواب. ربما سي بنزيرة ما جبرش حتى مجرى الهواء كون بلعوا احسن. ماشي هادو هما الناس المؤثرين، ماشي المؤثرين هي تمشي تعزف على واحد الطريقه اللي باغيينها بعض الناس ولا بعض المخابرات ديالكم باش تشتت الامه. لا،
أنا المؤثر هو اللي يكون يجلب محبة الشعبين، محبة الشعبين الشقيقين. راه الجزائريين والمغاربة اختلفوا ولا ما اختلفوش، راهم غادي يرجعوا، تمر الأيام وغادي يرجعوا لبعضياتهم، لأن المصير ديالهم واحد، الدين ديالهم واحد، الجورة، الدم، المصاهرة، هذا ما يمكنش منطقيا إلا أن تعود الأمور إلى مجراها. سي بونيف كان يتحدث وجبد كذلك هو واحد التاريخ ديال المغرب، عندما طرد المرحوم الهواري بومدين سنة 75 ردنا على المسيرة الخضراء وليس كما يريدون أن يغيروا ويحرفوا التاريخ. ردا قال لك على طرد الحسن الثاني، الحسن الثاني لما الهواري بومدين طرد الجزائر، طرد المغاربة في عيد الأضحى ورماهم، وهذا الشيء التاريخ ما يمكنناش نذكره لأنه واقع، والجزائريين هم يتحدثوا عليه ويتألموا الناس اللي فيهم الرحمة كيتألموا على هذا الشيء اللي وقع، ولكن عفى الله عما سلف إذا كان تبنا ورجعنا واعترفنا بالخطأ ديالنا. أما السيبوني كيقول لك رد عليه الحسن الثاني بطرد الجزائريين، حاشا لله، الحسن الثاني كان حكيما وداهية عندما طرد هواري بومدين الجزائري المغاربة في ظروف صعبة ردا على المسيرة الخضراء التي أزعجتهم، لأن المغرب استرجع أراضيه المشروعة، أراضيه التي كان يحكمها قبل مجيء الاستعمار الإسباني، وكانت الدولة المرابطية والموحدية والعلويين كلهم حكموا، وأهل الصحراء مغاربة أبا عن جد، وتربطهم بملوك المغرب وبسلاطين المغرب البيعة والولاء، وكانوا يتعينوا بظهائر، وهذا الشيء لا يمكن أن ينكره أحد، حتى محكمة العدل الدولية لما حكمت قالت بأن هناك بيعة بين سلاطين المغرب ولا لو وأهل الصحراء، واعتبرتها الجزائر غير كافية. وهذا رفيه عندما نتحدث عن البيعة نحن كمسلمين، فالبيعة أكثر من أي رباط قانوني تضعه اليوم الأمم المتحدة، البيعة بالنسبة للرجل المسلم هي أقوى من أي رباط. ولكن الجزائريين من أجل تبرير هذه تبرير المشروع ديالهم اللي انا نعتبره مشروع دخيل على المنطقة، باغي يقسم المنطقة، يعملون لأجندة خارجية من أجل تقسيم المغرب وإضعاف المغرب، لأن المغرب كان دائما له دور قوي في المنطقة. المغرب هو من نشر الإسلام في أدغال إفريقيا، وهو من نشر الإسلام في الأندلس، ومن حافظ على الإسلام في هذه المنطقة. لولا جهاد المغاربة ولولا قوة إيمان المغاربة لكانت بعد سقوط الأندلس لسقطت شمال إفريقيا. ولكن معركة واد المخازن كانت هي الدافع الذي أوقف تحركات الأوروبية لغزو شمال إفريقيا. يجب أن يعرف الجميع أن المغرب كان له دور كبير ودور رائد ودور متميز، وسيبقى بفضل الله سبحانه وتعالى وبقوة المغاربة واتحادهم وتعاونهم. الجزائر خصها تكون هي المدافعة للمغرب، لأننا شفناها من منظور إسلامي، وشفناها التقسيم اللي تحاول تديره في المغرب من منظور إسلامي، غادي تكون هي الخائنة الأولى، لأن الخيانة أول خيانة هي أن تضرب بلدا مسلما وتريد تشتيته وتقسيمه، والهدف من هذا التقسيم هو أنك تحمي نفسك باش ما يطالبك بشي حدود، بشي حدود والأراضي التي تحتلها. ولكن احنا يجب أن نجلس إلى طاولة المفاوضات وطاولة العمل الجاد حتى نتفق على شيء موحد، وحتى لا تبقى هذه الصراعات متأججة بين الأشقاء ونبقاو هكذا كل من تكون شي مناسبة كيف ما كان نوعها وشكلها
ومنطقتها إلا يكون عندنا الصراع. إذا كانت الجزائر محايدة كما تدعي، لماذا تغضب لما تعترف إسبانيا بالوحدة الترابية للمغربي؟ لماذا تغضب لما يعترف ترامب بأن الصحراء مغربية؟ ماذا أنت كتقول اللي قالوها الأمم المتحدة واللي قالها؟ أعلاش راك تغضب؟ أعلاش راك تغضب إذا كنت أنت محايد فعلا؟ لماذا تغضب؟ لماذا تصرف الأموال من أجل معاكسة المغرب؟ الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، أينما حل المغرب إلا حلت الجزائر وناهضته وعاكسته، ويقولون أنهم محايدين وأن هذا المشكل لا يهمهم وإنهم دولة تدافع على حقوق الأقليات وحقوق الشعوب. ما شفنا الجزائر دافع حتى على حق شعب آخر، حتى الفلسطينيين قتلينهم غير الشعارات، وعطوا الفلسطينيين الدبابات اللي راكم تعطوها للبوليزاريو، عطوا الفلسطينيين الآليات والراجمات الصواريخ اللي راكم تعطوها لهم، هما زودوهم بالمال والذخيرة والوقوف في الأمم المتحدة. علاش لما داروا القدس بعض الدول بغاو ينقلوا سفارتهم القدس؟ من نسمع حركة الجزائر إلا كلام واهيا ضعيفا لا يعني ما كيفي تمشي حاجة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمغرب وبأقاليمه الجنوبية تغضب الجزائر غضبا شديدا، حتى أنها أرادت إيقاف وقف الحركة التجارية مع إسبانيا، وقامت وهددت وأزمدت وأرعدت، ولكنها تدعي أنها الحيل. إنها من غرائب الأمور وعجائبها أن تدعي الجزائر الحياد في مشكل تعتبره داخليا وتعتبر بوليزاريو، شبه بوليزاريو، جزءا من الجزائر الجنوبية كما يقول بعض المغاربة. لما نطول عليكم، أنا الهدف ديالي هو أن هذا المشكل ديال الشان يجب أن يحل، وأن يذهب المغاربة ويشارك المغاربة في هذه القمة الإفريقية حتى يكون دورهم رياديا إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله باش قريبا نسمع بلي هذا المشكل تحل، لأنه مشكل يعني المطلب مشروع للمغاربة. ما يمكنش غادي يمشي يشارك واحد العرس إفريقي ويدور كاع أوروبا ولا إفريقيا باش يدخل على الجزائر. نشكركم على في الأخير كنطلب منكم تدعيم القناة باللايك والمشاركة والانخراط بالنسبة للناس الجدد، وتحياتي إلى كل متتبعي القناة في المغرب والجزائر وفي أوروبا.